نمشي سريع. يلا مين يحكيها كيف فكرتها؟ شفتوه انت هذول الاسئله انتوا الشباب؟ شفتوه هذول الاسئله؟ وديتن على الجروب انا. انا هسه شفت. هسه شفتن. يلا خلينا نسويهن مع بعض. ايش بخطر في بالك هون؟ بصير ناخذ الخمسه عامل مشترك. مبينه يعني هاي لحالها بتقول لك خذني عامل مشترك. واحد ناقص جتا اس 4 2 س على 2 س تربيع. كمل. طيب بس استفسر هون سؤال. استفسر. هسه مش في متطابقه اللي هي الرئيسيه ج تربيع س زائد ج تربيع س يساوي 1؟ نعم. بس مضاعفاتها بزبط؟ لا. المتطابقه لا. بس هيك. نعم ما بتزبط المطابقة بس هيك. إنك هي تعمل أس 4 زائد أس 4 بتطلع 1؟ لا ما بعرف هذا الحكي. فهون أنا مضطر شو أسوي؟ أعمل تحليل فرق بين مربعين. مظبوط. فعشان تزبط المتطابقة اللي أنت كتبت لي إياها قبل شوي أو اللي حكيت لي إياها قبل شوي. في 1 زائد جتا تربيع 2 س. على 2 س تربيع. شوف لاحظوا انه لما اعوض صفر في هذا المقدار اللي هون اللي هو 1 زائد جتا تربيع 2 س ما بعطي صفر، فما بخوف يعني هذا الجزء ما بخوف. فانا ممكن افصل النهايه لنهايتين بالطريقه هاي، نهايه س تقول لصفر ل 5 1 زائد جتا تربيع 2 س. انا بشتغل على نظريات النهايات على فكره، ضرب النهايه لما س تقول لصفر، وكمان على 2 حتى اذا بدكم حطوها على 2. يعني اخذت الخمسه مع اثنين مع هاي مع بعض، ضرب نهايه س تولى صفر لواحد ناقص جتا تربيع 2 س على 2 على س تربيع. بدكم تخلوا اثنين هون بصير، بدكم تخلوا اثنين هون بصير، ما بتفرق. هلا هاي تعويض مباشر، هذه الجزء اللي هون مجرد تعويض مباشر. يلا عوضوا، حط صفر هون. جتا الصفر قديش؟ جتا الصفر 1. اذا هاي 1 زائد 1 اثنين، يعني هاي كلها صارت اثنين. خمسة باثنين عشرة، عشرة على اثنين خمسة، إذا هاي كلها خمسة. خمس. ضرب. يلا. هاي شو أسوي فيها؟ جيب تربيع اثنين سين. يلا نهاية جيب تربيع اثنين سين على سين تربيع، هاي عن نظرية دغري. صح ولا لا؟ راح تكون اثنين ضرب اثنين. مظبوط ولا لا؟ بيطلع 20. ايش كاتب 40؟ مش عارف ليش دكتب 40 انا. هاي 20. خلصت. طيب سؤال ثاني. هاي. على فكرة هاي الأسئلة اللي جايبها من أوراقي القديمة، هاي من بجوز من 93. أوراق عام 1993. هاي بنقدر نعتبر إنها المقام البسط فرق بين المربعين. حلو. طبعا يعني بس ليث خلينا نقاطعك بشغله. ما حد يفكر بفك هذا القوس ولا اللحظه، ولا اللحظه تفكر بفك القوس معي انت. يعني واحد يروح يقول لي بدي افك س زائد 1 اس 4، يا حبيبي وانت بدك تخلص ان شاء الله بدها صفحه. ما يعني لا تفكر فيها، يا بدي ارد عليك انا. يلا قل لي نهاية س تولى الواحد لس زائد واحد الكل تربيع. إذا إيش فكرتك أنت؟ تحلل فرق بين مربعين ناقص أربعة. أيوة. في س زائد واحد الكل تربيع زائد أربعة. ملاحظين يا جماعة كيف بكتب أنا؟ يعني على س واحد ناقص واحد. كمل. الفوق هي عبارة كمان عن فرق بين مربعين. القوس الأولاني. يلا احكي. س زائد واحد ناقص اثنين. أيوة. في س زائد واحد زائد اثنين. في س زائد واحد الكل تربيع زائد أربعة. ممتاز. على ناقص واحد. جميل جدا. ظل عمليات تبسيط. يلا بسط. أيوة. هاي راح يصير س ناقص واحد. خلاص انحلت المشكلة. هاي س زائد ثلاث. وهي لا تقوس ولا عبالك، خليها زي ما هي لانك راح تعوض تعويض مباشر فيها على سين ناقص واحد. ها شطبط معها، عوض بصفر
تطلع ثلاث ضرب خمسة صح؟ بيطلع 15. طيب خلينا نفكر فيها بطريقة ثانية معلش. في عندنا حل ثاني لها؟ أنت معود صفر مش واحد. آسف. واحد. إذا هي شغالة هون مزبوط، إذا بس آخر تعويضة عندي غلط، آخر تعويضة عندي غلط. عوضوا لي إياها مرة ثانية خلينا نتأكد. واحد زائد ثلاث أربعة. أربعة. ضرب. حط واحد زائد في ثمانية. اثنين تربيع أربعة زائد أربعة ثمانية. بيطلع 32. يلا. طب مين يفكر فيها بطريقة ثانية؟ يلا ورونا شطارتكم. احنا ترى ماخذين الوحدة الثانية، ماخذين تعريف المشتقة. طب سؤال، لو اعتبرت قاف سين طلع طريقة التفكير هي غريبة شوي. مش غريبة، لازم تعودوا عليها اصلا. كويس؟ اعطوني قاف الواحد شو بيساوي؟ ممتاز. يعني طلع لو بدي اقول هاي بطريقه مختلفه شوي بقولها عباره عن نهايه سين تقول للواحد لقاف سين ناقص قاف الواحد على سين ناقص واحد. شو رايك في الحكي على اعتبار قاف السين هيها اللي قبل الناقص؟ يعني اعتبرت اللي قبل الناقص هي قاف سين. طب هذا مش تعريف مشتقه؟ مش هذا تعريف المشتقة عند الواحد؟ تعريف المشتقة. ها يعني كأنه بقول لي لو اشتقيت هذا المقدار اللي هون، لو اشتقيت هذا المقدار اللي هون اللي هو قاف سين، اعتبرته أنا قاف سين، يعني هيك نظرت له أنا، لو اشتقيته وعوضت مكان سين بواحد بيطلع الجواب. هسا بجوز أقول لك شو خطر على بالك تسوي هيك؟ منظر المشتقة حافظه كويس أنا، فمعرفتي لتعريف المشتقة بيساعدني كثير على حل هاي الأسئلة خصوصا تكون معقدة. طب هذا احنا ما اخذناش اشتقاقها، ما اخذنا كيف نشتقها لحد هسه، احنا ما اخذنا هذا النوع كيف نشتقه، لكن لما ناخذ اشتقاق وقاعدة السلسلة راح تلاقي انه نفس الجواب راح يطلع معك بمنتهى السهولة. سؤال في التوجيه مسموح لي احل هيك اقول انه هذا تعريف المشتقة لقاف سين اللي هو سين زائد واحد الكل اس أربعة ومشتقته راح تكون كذا وعوض وخلاص بصير؟ الجواب طبعا بصير 100% بصير. يلا هاي اعطونا افكار عليها. ضياء، عبد الله، هشام، واحد يحكي. هذا يعني ما بتزبطش على الحقيقة اللي مرة أخذناها بالمشتقة اللي هي يعني دقيقة شوي. هاي مش منظر مشتقة، دير بالك. لا مش منظر مشتقة. طيب لعاد شو أنا بالحقيقة الحقيقة اللي أخذناها اللي لها برهان اللي هي نزل الأس اطرح الأس واحد، يعني قصدك هاي؟ بس انا ما بدي اشتقها، انا بدي اطلع النهايه. بدناش نقعد نخربط اسيات. احنا متى بنستخدم تعريف المشتقه؟ متى بنستخدم تعريف المشتقه؟ لما يكون منظر النهايه بالضبط زي منظر التعريف. فانت سؤالي هل هذا منظر التعريف؟ بدي اشتق، انا بدي احلل. حلل. يلا احكي لي اللي دقيقه شو ملاش دخل المشتقة في الموضوع هون نهائيا على فكرة. لا ما لها دخل. خد سين عامل مشترك جوا القوس. صح. سين تربيع ناقص اثنين. الكل أس خمسة. على سين أس خمسة. يلا وزع الأس على المقدار. هاي كلها نحط واحد. بالضبط. اعملها هيك. فبصير هاي سين أس خمسة في سين تربيع ناقص اثنين الكل أس خمسة على سين أس خمسة. سين أس خمسة. هاي شطبت مع هاي، خلصت المسألة. صارت سالب 2 أس 5 اللي هي قديش؟ سالب 32.
سالب 32. سالب 32. في طريقة ثانية اللي هي نقدر الأس كله. أيوة. يعني تدخل سين جوا وتحطها مع الأس. آه برافو عليك. يعني ممكن أكتبها هيك. قصدك هيك صح يا ليث؟ سين. أيوة. برضو صح. نأخذ عامل مصير تطلع معنا. نفس المبدأ. برافو. اللي بعديها. يلا اعطوني فكرة. مرافق التكييف اللي تحت المقام. أيوة. واللي فوق. والبسط. مرافق التربيع. بدي اياك تجربها لحالك هاي. هاي هاي جربها لحالك. هاي اعطيتكم فكرتها مره. نفرض انه جذر السين يساوي صاد. ايوه. لا بدي ضربة معلم. يلا يا هشام. هشام. نفرض سين ايش بتساوي؟ صاد بستة. ايوه. لانه باخذ المضاعف المشترك الاصغر لادلة الجذور. خليه مفتوح. خليه لا عشان ألغي الجذر التربيعي وجذر التكعيبي بضربة واحدة. هاي أحلى طريقة. لما سين تقول للواحد صاد تقول للواحد. ومنها بنستنتج إنه الجذر التربيعي لسين يساوي الجذر التربيعي لصاد أس ستة ويساوي صاد تكعيب. والجذر التكعيبي لسين بيساوي الجذر التكعيبي لصاد أس ستة بطلع صاد تربيع. فشو بتصير المسألة؟ نهاية صاد تقول للواحد لصاد تكعيب ناقص صاد تربيع على صاد تربيع ناقص واحد. أتوقع هيك صارت تافهة المسألة. صح. فوق بناخذ عامل مشترك. عامل مشترك. بصير صاد ناقص واحد على فرق بين مربعين. هسا اللي حكاها ليث ما أتوقع عم تزبط. لا لا ما بتزبط ما بتزبط. واحد على اثنين. تمام الكلام؟ تمام. يلا أسرع بنحاول نحل أكبر قدر ممكن من الأسئلة. يعني قد ما نقدر نحل خلينا نحل. شو رأيكم بهذا السؤال؟ فكرولي فيه مش راح أحله بسرعة. إذا بدكم أنتم تعطوني أسئلة أعطونيها. أنا مش لازم أعطيكم أنا الأسئلة بس أنا إذا بتسكتوا بدي أظل أحط أسئلة من عندي. يلا يلا ايش بدك تفرض؟ انه جذر السين تساوي او سين تساوي لا جذر السين. احنا بدنا نخلص من جذر السين هو اللي معقد الدنيا. اذا لو فرضنا انه سين صاد تساوي جذر سين. لما سين تقول للواحد صاد تقول للواحد. ولاحظوا يا جماعه انه لما نعوض الواحد داخل جذر ما بعطي صفر. يعني ما بخاف انا في مجاله. انا ضمن مجاله يعني معرف دوما معرف في هذا المكان فما بخاف من التعويض. لكن لو عوضت واعطى صفر قلنا لها هي حالة خاصة بدكم توقفوا كويس عندها. يلا ومن هاي راح نستنتج انه صاد تربيع تساوي سين. يلا استبدل. نهاية صاد تقول للواحد. ايوه. في صاد تربيع في صاد ناقص واحد. صاد ناقص واحد الكل على. صاد تربيع ناقص واحد. اتوقع صارت سهلة. الفوق تحليل فرق بين مكعبين. نعم. تنحل بالطرح وإضافة كمان. ممتاز تنحل بالطرح والإضافة برافو عليك. يعني المهم إلى عدة حلول. المهم إنك تجيبها تجيب الفكرة. طيب اطلعوا لي على هاي. النهاية لما سين تقول للواحد لسين تكعيب ناقص كاف زائد واحد لسين زائد كاف الكل على سين ناقص واحد يساوي خمسة. جد قيمة كاف. لأن النهاية موجودة وتعويض أيوة. المقام صفر. حلو. البسط. وتعويض البسط لازم يكون صفر. يلا. يعني. نقول واحد ناقص. واحد تكعيب. واحد تكعيب ناقص
واحد في كاف زائد واحد ما فيش داعي نكتب واحد يساوي يساوي صفر. ممتاز، يعني كأنه لو معوضنا في البسط أعطى صفر. زبط الأمور، تطلع اثنين كاف لا واحد ناقص كاف ناقص واحد زائد كاف يساوي صفر. يا سلام، ما سويناش شيء، تطلع صفر صفر، ما سوينا اي شيء، ما سوينا اي شيء. خليها، بس هي هاي المحاولة لابد منها. صح. اه طب شو بدها تصير الفكرة هيك؟ دقيقة شوي. انتم ملاحظين كيف هيك الاسئلة يعني بتصدمك؟ بتيجي في البداية بتفكر انه خلاص والله انحلت عرفتها، بعدين بتيجي بتعوض بتلاقي ما زبطتش. قسمين تركيبية بتزبط؟ ايوه، مش بتزبط يا زلمة، اقول لك مش بتزبط، فيش غيرها. يا جماعة كل ما تشوفوا موديل من هذا الموديل من هذا النوع من الاسئلة كثيرات حدود على بعض، اعرف انه الفكرة قسمة تركيبية. يلا على السريع، معامل سين تكعيب واحد، معامل سين تربيع صفر، معامل سين اللي هي ناقص كاف ناقص واحد، فكيت القوس يعني كأني، والحد المطلق كاف اللي هو بدون سين يعني، وهنا واحد. فاهمين يا جماعة كيف سويتها؟ معامل سين تكعيب، معامل سين تكعيب واحد، معامل سين تربيع صفر لأنه ما في سين تربيع، معامل سين وفكيت القوس سالب كاف ناقص واحد والحد المطلق كاف. يلا سووا القسمة التركيبية نشوف. واحد اجمع هاي واحد، اضرب واحد شطبت هاي مع هاي صارت سالب كاف، اضرب بطلع سالب كاف، لازم الباقي يكون صفر. مظبوط. الان لو بدنا نحلل البسط راح يطلع هيك النهاية، لما سين تقول للواحد لا سين ناقص واحد اكيد راح يكون سين ناقص واحد مضروبة في مضروبة في ايش؟ ايوه سين تربيع زائد سين ناقص كاف على سين يساوي خمسة. خمسة. هسه هاي شطبت مع هاي، اوكي؟ اذا هون راح نعوض تعويض مباشر بواحد، واحد زائد واحد ناقص كاف يساوي خمسة. جيب الكاف لهون وخمسة لهون، اثنين ناقص خمسة يساوي كاف، ومنها كاف تساوي سالب ثلاثة. سالب ثلاثة. خلصت المسألة. طب واحدة ثانية، قاف سين يساوي خمسة سين ناقص ثلاث على ألف سين تربيع، يعني هاي من أنا قاعد بركب في السؤال تركيب يعني إن شاء الله يزبط، مش عارف كيف. زائد سين زائد ثلاث، كويس. السؤال بيقول جد قيمة ألف التي تجعل قاف متصلا على ح. هيك سؤال، مش قيمة، قيم، ممكن يكون قيم بلاش قيمة، أفكر إنه بلكي في جواب، في بلكي أكثر من جواب. شو رأيكم؟ هذا سؤال امتحانات. أنا المقام لازم يكون أكبر من صفر أو لا. أقل من صفر. طيب، ها يعني باختصار لازم المقام ما يكون الصفر، يعني حتى يكون الاقتران النسبي متصلا على ح يجب أن لا يساوي المقام صفرا. فالسؤال بدك تقول لي يا سعياد كم لازم احط مكان الف عشان المقام ما يكون صفر؟ ما قيمة الف التي تجعل المقام لا يحلل؟ لاحظوا انه تربيعي هذا، ناخذ المميز. ايوه برافو عليك، ايوه ما هي اللي بدي اسمعها الكلمة. شو بدك يكون المميز؟ اي اقل من صفر. يجب أن يكون المميز أقل من صفر. يلا وريني شو المميز، احكي لي
اللي هو واحد ب تربيع اللي هو نكتبه نكتب القانون تاع المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 ألف جيم بدك اياه يكون اقل من صفر انت هيك اللي لازمك يلا احكي ب تربيع يعني ايش واحد تربيع ألف تربيع واحد تربيع واحد تربيع دير بالك ب معامل س ناقص 4 في ألف في جيم جيم ثلاث بدك اياها اقل من صفر فبصير واحد ناقص 12 ألف اقل من صفر بدك تحل هاي المتباينة يلا حل هاي المتباينة ودي 12 لك واحد اكبر من 12 ألف قسم على 12 يعني ألف اكبر من واحد على 12 اذا كان ألف اكبر من واحد على 12 بصير هذا الاقتران شو ماله؟ متصل على حاء متصل على حاء يعني ما له اصفار للمقام نفس السؤال ظلكم متذكرينه 5 س ناقص 3 على ألف س تربيع زائد س زائد 3 حدا يسجله عنده عشان ما ننساهوش بدي ارد اعيده بس بدي اغير شغله صغيره فيه قاف س يساوي 5 س ناقص 3 على س تربيع شو كانت؟ ألف سين لحظة شوي زائد سين زائد ثلاث بس لا أنا بدي أغير الألف أنت مش عارف شو بدي أسوي هسه بدي أحط زائد ألف سين زائد ثلاث نفس السؤال جد قيم ألف التي تجعل الاقتران متصلا على حاء ما عدا لا بدي أغير شوي بالسؤال أنتو لا خليها بدون ما عدا هسه كمان واحدة بنعملها على ايش على حق. يلا أبقدر اعمل ترى شو كنت بدي احكي انا بدي اقول متصلا على حاء ما عدا عند قيمه واحده معناته بدك تخلي المميز يساوي صفر لانه احنا بنرجع بنقول المميز اذا كان سالب معناته ما في اصفار اذا المميز صفر بيكون في جذر واحد وإذا المميز موجب بيكون في كم جذر؟ جذرين. إذا نحن نلعب بهاي النقاط. يلا الحل. ما راح أعيد الحكي اللي حكيته هناك، نفس الفكرة ما هي. فبدك المميز سالب. يعني ب تربيع ناقص 4 ألف جيم بدنا إياه أقل من صفر. يلا بلش. ألف تربيع ألف ناقص 4 في 1 أيوه في 3 في 3 أقل من صفر. طبعاً أنا ممكن ألعب معاكم لعبة قوية شوي وأحط لكم هاي ألف. يعني ها بتصير ألف. ألف تربيع. لا. ألف سين تربيع زائد ألف سين زائد باء. ناقص 12 ألف. أيوة. فبصير هاي ناقص 12 ألف. فبصير ألف تربيع ناقص 12 ألف أقل من صفر. أقل من صفر. بس عشان ما تخليهاش تكون بسيطة المسألة. يعني القصد السعيد صار بدك تحل هاي المتباينة. خلينا نتذكر كيف كنا نحل المتباينات هذا خطوه بالاول ثانوي على فكره بنسى انها متباينه معادله عاديه معادله عاديه الف تربيع ناقص 12 الف تساوي صفر خذ الف عامل ألف مشترك يعني اما الف صفر تساوي صفر او الف تساوي 12 ممتاز بعدين بعمل خط اعداد دائما المتباينات بنحلين على خط الاعداد بنحط الجذور اللي طلعوا معانا اللي هم الصفر وال12 وبندرس الاشاره بينهم وبعديهم وقبليهم لو عوضنا بواحد مثلا بين الصفر وال12 واحد حط واحد في هذه القاعده واحد تربيع واحد ناقص 12 بيطلع سالب هون راح يطلع موجب وهون راح يطلع موجب في ناس حافظين على قاعده ما بين الجذرين مخالف لمعامل س تربيع يعني اللي بدكم اياه المهم جربوا انا شو اللي بدي بدي المنطقه السالبه لاحظ انا المتباين اللي بحلها هاي يعني اريد المنطقه السالبه يعني الف تنتمي للفتره نقلني شو اكتب صفر لل 12 مفتوحه ولا مغلقه مفتوحه السهل لازم مفتوحه لانك لو حطيت الصفر و12 بصير في اصفار الها فانا بدي المنطقه اللي ما بتطلع اصفار بالمره وصلت الرساله مش صعبه هاي صح ولا لا
طيب شوفوا النهاية. النهاية لما سين تقول للواحد لألف أس اثنين سين، هاي في الكتاب زيها، ألف تربيع على ألف أس سين ناقص ألف. الحل تطلع هي صفر على صفر أكيد بدها نعم. طب هسه ألف ألف أس اثنين سين عبارة عن ألف أس اثنين في ألف أس سين، يعني هاي سين تقول للألف لأنه الأسس عند الضرب تجمع. لا عفوا، لا عفوا، صح عفوا. شو سويتها؟ سويتها ألف أس سين تربيع. هون افرض صاد هي ألف أس سين، بس استبدل ألف أس سين بصاد. لما سين تقول للواحد صاد تقول لألف، خلصت. إذا بتصير النهاية لما صاد تقول لألف، لا صاد تربيع ناقص ألف تربيع على صاد ناقص ألف. توقع انحلت هيك أستاذ هذا الموضوع. شوف السؤال شوي هيك بس بدي شوي أستاذ يلا احكي، بس خلينا نكتب هاي نخلص منها. يلا وهاي اختصرناها وعوضنا هون بطلع اثنين ألف. احكي. نهاية سين تقول للاثنين، لا سؤال من عندك يعني. طيب استنى خلني افتح صفحة جديدة. يلا نهاية سين تقول للاثنين ايوة لا اثنين أس سين، اثنين أس سين زائد اثنين أس ثلاث ناقص سين ايوة ناقص ستة، ناقص ستة هون هيك. على الجذر التربيعي لاثنين ناقص سين اثنين، لا مش ناقص سين أستاذ، اثنين أس ناقص سين عفوا عيد، الجذر التربيعي الجذر لاثنين أس ناقص سين ناقص سين. طيب بس هيك لا ناقص اثنين، لحظة جوا الجذر ولا برا الجذر؟ اكتب برا الجذر، برا الجذر ناقص اثنين ايوة أس واحد ناقص سين هيك. شوف اولا مقدمه هيك احكي لك اياها على السريع، سؤال مثل هذا طنشه يعني هذا مش سؤال يعني ما فيهوش الفكره اللي هي زي ما تقول القويه اللي للتوجيه، يعني ايش اللي بدك اياه انت من وراء هذا الحكي كله؟ هي بجوز فيها فكره واحده انت تقدر تستخدمها. ايوه انا شو عملت؟ شو عملت؟ يلا زي الفكره اللي قلت لك اياها اللي هي الاثنين بعتبرها الثانيه، يعني اثنين نهايه لما سين تقول للاثنين ايوه، يعني هاي اثنين اس سين راح تخليها اثنين اس سين، وهاي راح تقول اثنين اس ثلاث ضرب اثنين اس سالب سين، لانه في الضرب تجمع الاسس ناقص سته على على هاي عباره عن اثنين اس يعني سالب سين اس نص يعني سالب نص سين ناقص اثنين ضرب اثنين أس سالب سين. طب بعدين شو تسوي؟ بسوي الثمن اللي هي اثنين اما نهاية سين تقول للاثنين، نهاية سين تقول للاثنين اثنين أس سين، اثنين أس سين زائد ثمانية في ايش ليش مكتبها ثمانية على على اثنين أس سين، ايش رايك؟ او بتفرض لحظة شوي انت بس تطول بالك علي، خلينا نعملها عشان نفرض فرضة واحدة وخلاص. ماشي هو لازم تفرض، انا كان من الاول بدي اقول لك افرض، بس خليني امشي معاك، انا بدي اخلي كل شيء اثنين أس سين. تمام هسا شو تسوي فيها؟ طيب هون راح تكون ناقص اثنين على اثنين أس سين، ظلت هاي شو تسوي فيها؟ يعني هي لو بدك تسويها بتسويها واحد على اثنين أس نص سين، بس هيك تعقدت صح؟ طب أنا بقدر أرد أرجع أعي
اعيدها بطريقة احلى من هيك، مش هاي اثنين اس سالب نص سين، بقدر اكتبها بطريقة ثانية، بقول هي عبارة عن الجذر التربيعي، يعني انا كأني سويت حالي ما رجعتش الجذر، يعني ما سويت الجذر التربيعي، بعملها واحد على اثنين اس سين. ايش رايك في الحكي؟ طيب تمام. هسا ايات افرض انه صاد اثنين اس سين. مزبوط. لما سين تقول لاثنين صاد تقول لاربعة. صاد تقول لاثنين. لاربعة. استبدل. اصلا ما عندك سينات، ملاحظ بطل في عندك سينات. فصارت النهاية لما صاد تقول للاربعة لصاد لا. زائد ثمانية على صاد ثمانية. ناقص ستة الكل نعم. على الجذر التربيعي لواحد على صاد ناقص اثنين على صاد. اسم واحد مقام فوق. توحيد مقامات يعني قصة. نسويها يلا قص. كملها. يعني هاي فكرتها. يعني أنا بستبعد أسئلة مثل هيك. تمام. لأنه كلها إجراءات حسابية بس على قوانين الأسس. يعني دائما ترى أفكارهم في التوجيه بتيجي كيف؟ بتيجي من المادة نفسها مع مراجعة بسيطة من القديم. لكنه ما بيقعد يعني يعمل لك اياه والله بدها ثلاث اربع متطابقات وقانونين اسس ومش عارف ايش. هاي كويسه للتدريب، كويسه لك للتدريب عشان تسترجع معلوماتك بس. هذا سؤال توجيهي. شوفوا لي هذا. هذا من التوجيه القديم على فكره. شوف يعني طلع منظره بسيط بس فكرته قوية. طيب هاي فكرته اللي توحيد المقام. يلا تحت الجذر. تحت الجذر نعم. يلا واحد سين تولى الصفر سين في خمسة سين تربيع. هون سين تربيع، إذا من خمسة سين تربيع زائد واحد. زائد واحد. كمل. تمام. صح مظبوط. كمل. صح جذر مع التربيع لا مطلق خمسة سين زائد واحد على مطلق سين. الجذر التربيعي لسين تربيع مطلق سين وليس سين، إلا إذا ضمنت انه موجب في الطرفين، لكن احنا عند الصفر. طلعوا يا جماعة لما تحطوا هنا جذر صفر بعطي صفر، قلنا احنا اللي عوضنا مباشرة بالصفر واعطى عفوا تحت الجذر عوضنا مباشرة بالصفر واعطى صفر بخاف. الاصل اني ادوس المجال، راح تلاقي على المطلق هون على السين تربيع يعطي موجب من الطرفين، وهذا هو اللي سمح لي اني اوزع واخذ مطلق وشغلات مثل هيك. تعرف لو طلعت جذر سين لحالها خلاص النهاية غير موجود بوقف. صح. يلا كملوا هالسعيات. هون مضطر تأخذ يمين ويسار. لما تقول اليمين. أيوة صفر من اليمين لسين. لسين. في الجذر التربيعي لخمسة سين تربيع زائد واحد على سين. تشطب. فبصير واحد. وبتطلع. أعطيني النهاية. لما سين تقول لصفر من اليسار لسين في الجذر التربيعي لخمسة سين تربيع زائد واحد على سالب سين. بطلع سالب. بطلع سالب واحد. إذن غير موجود. غير موجود. أستاذ بس سؤال. أسأل لما يكون عندنا مطلق جيب وجتة. ولما عادي. تكون تقول ثانوية. طب هسا إحنا من نهتم صح على الأرباع ولا كيف؟ على الأرباع. أحسن طريقة تدرس الإشارة على الأرباع. إذا شفت حالك راح تتوه في الأرباع جرب قيم. يعني جرب لك زوايا مشهورة من زوايا الخاصة الثلاثين والستين والخمس واربعين ومضاعفات اللي هن 120 135 150، إذا بالربع الثاني إذا بالربع الثالث إذا تشوف 210 يعني هيك تكون حافظهم هذول. طلعوا معي على هذا السؤال. هذا السؤال شكله البدائي طلعوا عليه كيف مش معقد، لكن طلع الألغاز اللي دخلت فيه، طلع البراشيم اللي حطوا لك إياها جواته. يعني هيك بتيجي أسئلة التوجيه بالأفكار هاي، مش يعني انه شغلة معقدة بتيجي هيك بتجيب لك اشي خاشش ببعضه.
طب طلعوا لي على هذا السؤال. بس انتوا يعني هذول الاسئله الصعبه انا ما بقول لكم لا تحلوهن، بس ما تركزوا عليهن كثير، يعني تدربوا عليهن، مش غلط تعرف حل جزء منهن كويس، لكن ما تضيع وقت على النوعيه هاي من الاسئله. روحوا شوفوا اسئله التوجيه السابقه، بتلاقي يعني السؤال شكله هيك حلو، لكن تعال حله بتلاقي فيه مشكله. يلا المقام. آه كيف؟ بس مع هاي المشكلة، هاي شو هاي مركب كثير هاي صح؟ بعدين طلبتها من اليمين، طلع جذر الرابع جذر زوجي. آه بس أنا ماخذه من جهة اليمين، معناته النهاية موجودة. راح تكون موجودة. آه. شو رايكم؟ مين اللي معقد السؤال؟ جذر الرابع بديش اشوفه. طيب يلا لو فرضنا انه صاد، او عفوا اللي تحت الجذر، انا بدي اجرب معلش انه هيك صح ولا لا، انتوا بتقولوا لي لو فرضنا انه صاد وص اربعة شو رايكم؟ لو فرضت صادوس أربعة شو بصير في الجذر؟ بروح. ممتاز. لما سين تقول للواحد من اليمين، صاد تقول لصفر من اليمين، صح ولا لا؟ تقول للصفر؟ اه عوض واحد. اه مزبوط. صح صح. تروح للصفر. صح. ما صاد أس أربعة تساوي صفر، يعني صاد تساوي صفر. خلصت من القصة هاي. طيب سؤال، أعطيني سين لحالها شو بتساوي؟ أنا أخذت هاي التعويض. صاد أس أربعة زائد واحد. ممتاز، صاد أس أربعة زائد واحد. استبدل أشوف. خلينا نشوف اللعبة تبعتنا إيش راح يصير فيها. راح تصير نهاية صاد تقول لصفر من اليمين. هون راح أحط صاد أس أربعة زائد واحد، وفي كمان زائد واحد، بصير صاد زائد اثنين. صح ولا غلطان أنا؟ خلينا صح صح. نظبط. إذا بتصير صاد أس أربعة بعدين زائد اثنين الكل تكعيب زائد صاد أس أربعة زائد واحد ناقص تسعة الكل على إيش؟ على صاد. على صاد. خلصت المسألة ولا ما خلصت؟ بعد جايك قسم تركيبي ولا؟ هالسيات أنت حر عدد، بدك تفصلهن لحال تاخذ قسمه تركيبيه، يعني حتى لو جيت انت بدك تفك هاي مش صعب يفكها، بس احنا لو كملنا يعني مثلا هاي راح تشطب الواحد مع السالب تسعة بيطلع سالب ثمانية، ولو فكيت القوس بتلاقيها انحلت المساله اصلا، راح يطلع معك مش ثابت. مين بيعرف يفك هاي؟ او لو فصلني على فكرة هاي المسألة اللي كانوا جايبينها لأنه كانوا يأخذوا وقتها نظرية ذات الحدين في الأول ثانوي، فهي فكها على ذات الحدين. كيف بنفك مقدار تكعيبه؟ بنأخذ الأول تكعيب، طلعوا الأول تكعيب، ما تركزوا عليها كثير هون هاي، بس إذا أنتم كنتوا تفكوها إيش يسووا؟ تضربون في بعض. الأول تكعيب زائد ثلاثة في الأول تربيع في الثاني زائد ثلاثة في الأول أس واحد في اثنين تربيع، ثاني تربيع بالضبط، زائد الثاني تكعيب ثمانية، بعدين زائد هذا بنكمل صاد أس أربعة ناقص ثمانية، ناقص ثمانية الكل على صاد. لاحظ الثمانية مع الثمانية شطبت، صار كله صادات على فكرة فوق، يعني لو نعيد كتابة المسألة راح تلاقي هيك صارت، نهاية صاد تقول لصفر من اليمين لصاد أس 12 زائد 6 صاد أس 8 زائد هون 4 في 3 12 صاد أس 4 زائد صاد أس 4 الكل على صاد. خلصت المسألة تمام ولا لا؟
فبصير كأن نهاية ص تؤول لصفر من اليمين لص أس 11 زائد 6 ص أس 7 زائد 13 ص تكعيب على السريع، لأنه هاي 12 و1 13. خلص تعويض مباشر، شو بيطلع الجواب؟ صفر. صفر. الكل الفيلم طلع على صفر. بس يعني طريقة، يعني سؤال. بيجي سؤال. أنا بديش أجيب أسئلة معقدة، خلينا نجيب بس الأفكار اللي يعني ممكن يجي عليها. قبل ما أنسى، بدي أعطيكم هالإشي موجود منه بالكتاب. صراحة يعني خطر في بالي شغلي انه ممكن يجي عليه اسئله صعبه، هم اللي جايبينه في الكتاب سؤال سهل، اللي في الكتاب جايبينه سؤال سهل بالرسم. طلع كيف السؤال اللي بدي اسالكم اياه. افرض اعطيكم هذا منحنى اقتران قاف، هاي المحاور الاحداثيه، معلش السؤال قاعد بركب فيه تركيب قدامكم يعني مش مجهزه انا، هاي سيني وهاي صادي، وجيت عند الثلاث رسمت منحنى زي هيك، طلع جيت عملت دائرة هون، لا آسف ثواني بس، جيت عملت عند الثلاث دويرة مفتوحة كويس، وجيت عملت هون خط وهاي اثنين بس عشان يكونوا يعني قبال اثنين، وجيت هون شو عملت؟ عملت دائرة مغلقة حلو، وعملت هيك عند السالب ثلاث، أصلا هي جاي عند سالب ثلاث، يعني أنتوا تعدوا النقط مبين عندكم الجريد صح ولا لا؟ وهذا سميته الاقتران قاف، وجيت رسمت رسمي جنبه رسمي ثاني، ولو غيرنا اللون الرسم الثاني خليها باللون الأحمر، الاقتران ثاني اقتران ها، برضو الاقتران ها شو سويته؟ سويته عند مين؟ عند الثلاث نفس القيمة هذيك، وجيت أعطيتك هنا على يسار الثلاث سويت دويرة هيك، وجيت عملت هيك، ها شو هاي؟ عند الثلاث، وعلى اليمين عملت دويرة مغلقة ومشيت هيك عند السالب اثنين، حلو الكلام؟ وهذا بدي اسميه الاقتران ايش؟ بدي اسميه الاقتران ها. الان انت عندكم اقترانين صح ولا لا؟ وطالب منكم شو بدي منكم؟ بدي نهاية سين تؤول للثلاث لقاف ضربها، هيك السؤال، يعني انا معطيك رسمه قاف ومعطيك رسمه هاء، مش معطيك قاعده الاقتران، وشو طالب منك؟ قاف فيها، قاف فيها النهايه عند الثلاث، مين يفكر لي فيها؟ شهاب بن حق بالفرض، لا 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 لا، ولا فرض ولا يدخل بالفرض. على فكره شايف هذا السؤال، يعني انا عندي حدس ما بعرف انه متوقع يجي شيء زيه، تعرف ليش؟ انه حاطين في الكتاب زيه بس حاطين اثنين متصلات في تمارين الكتاب، راجعوا تمارين الكتاب اللي حليناهن في مثال زيه رسمه برسمه بس اثنين متصلات، حتى اذا ذاكرتي كويس في اخر الصفحه جاء في التمارين. سؤال 8 صفحه 28 ايوه، بس هناك شو معطيك اياه؟ اثنين متصلات. معطيك اثنين متصلات، انا هسه جبت لك اياهن اثنين مش متصلات. طلع كيف بفكر فيه، طلع كيف بفكر فيه، بفكر فيه بشكل عام عشان افرض تغير السؤال انتوا تعرفوا تتصرفوا. طلع بعمل خط اعداد لقاف وبعمل خط اعداد لها، حلو، دائما لما يكون عندك اختيارات مشعبه دائما اشتغلوا مع خط الاعداد بشكل عام. في ناس بيعطوك طرق سريعه بس انا بخاف منها الطرق السريعه،
مرات بتزبطش على بعض الحالات ما بتزبط. في التوجيه يعني عندهم هواية انهم يعني يختبروا المفاهيم، فاهم ولا مش فاهم؟ طب طلع لي على قاف، على يمين الثلاث شقعة الاقتران، ها كيف عرفت ان اثنين؟ لانه خط ثابت. ممتاز، خط مستقيم على اثنين. ايوه. طب ايش ممكن يعطيك بديل لهذا السؤال؟ يعمل لك اياه اقتران خطي زي هيك، فانت تروح تطلع قاعدته، يعني تحسب الميل وتحسب معادله الخط المستقيم، بصير زي هيك يجيبوا لكم. بصير عادي جدا. يلا، ثلاثه من اليسار سالب ثلاث، صح ولا لا؟ صح. هاي من اليسار يعني هاي سالب ثلاث. يلا امسك لي الثلاث الصعيات للاقتران الثاني. ها من اليمين ثلاث، عفوا من اليمين سالب اثنين، اسف، من اليمين سالب اثنين، ومن اليسار ثلاث. حلو. الان شو مطلوب مني؟ اجيب قاف فيها، بعمل خط اعداد جديد عشان اجري عليه العمليه الحسابيه. طبعا بدل الضرب ممكن احط لك اياها جمع، بدل الجمع احط لك اياها طرح، بدل الطرح احط لك اياها قسمه. نفس الخطوات تماما، بس اذا كان ضرب بتضرب، جمع بتجمع، طرح بتطرح، قسمه بتقسم. يلا اضرب هذول ببعض ليش بيطلع؟ 4 4. اضرب هذول ببعض ليش بيطلع؟ 3 9. اذا النهايه لما سين تقول للثلاثه من اليمين لقاف فيها لسين شو بيساوي؟ سالب أربعة. سالب أربعة. والنهاية من اليسار لسالب لثلاث، عفوا من اليسار لا سالب تسعة، بطلع سالب تسعة. النهاية مش موجودة ولا موجودة؟ غير موجودة. غير موجودة. بس هذا عمره أجا زي هيك؟ لا، عمره ما أجا، عمره ما أجا. بس انا هسه بشو بقول لك، ليش انا متوقع انه ممكن يجي؟ لانه حاطينه بالكتاب. حاطينه بالكتاب. انا قبل شوي كنت بحل فيه. ايوه، بس شو اللي بالكتاب حاط لك اياه؟ حاط لك اثنين متصلات. متصلات. طلع الخدعه هالسعيات. لو قلت لك نفس السؤال قلت لك اعطيني النهايه لما سين تقول للثلاث لقاف على ها لسين، راح نعيد نفس الكلام، بس راح نجيب رسمة قاف ناقصها، قاف عليها، آسف، قاف عليها، ما بدنا نعيد الحكي يعني، خلص. يلا، على اليمين راح يطلع سالب واحد، وعلى اليسار راح يطلع سالب واحد، هذا بيجي. النهاية موجود. لا، موجودة هيك. موجودة. هيك صارت موجودة. النهاية لما سين تقول للثلاثة من اليمين لقاف عليها لسين تساوي سالب واحد، والنهاية من اليسار سالب واحد لقاف على ها لسين برضو تساوي سالب واحد. إذن النهاية موجودة، تساوي سالب واحد. بالله يديروا بالكم عليها بقى. والله فكرة هاي. هاي ها شايف، هسه بلشت تفكر صح. أنا بدور على الأسئلة اللي فيها يعني مثل ما بقولوا دقات هيك، مش معقدة، مش الفكرة إنه أجيب لك إشي معقد. لو بدي أصعب هذا السؤال بس ببساطة، بروح شو بعمل لك؟ بعمل لك واحد من الخطي، بعمل لك جزء من اللي يطلع خطي عشان تطلع معادلته، عشان تطلع معادلته بس. وصلت فكرته هذا يا جماعة؟ وصلت. يعني بالاقترانات اللي مثل هذا النوع ما تستعجله بالحسابات، افهم الفكرة. هو اقول انت هيك اسأل حالك، قول هذا المحترم اللي حط لي هذا السؤال شو بده؟ عرفت؟ شو قصده؟ شو بده؟ شو بده يعني اسوي؟ في عندي اسئلة معقدة قاعد بطنش فيها صراحة، انا ما بتلزم. شوفوا هذا السؤال، اذا كانت النهاية، هذا سؤال امتحانات، النهاية لما سين تقول للخمسة لثلاثة زائد قاف سين تساوي أربعة، في النهاية لما سين تقول للواحد لقاف
2 زائد 3 س. حلو. المطلوب احسب النهاية لما س تقول للخمسة لقاف تربيع س. يلا الحل. من وزع دقيقة. يلا. من المطلوب هسه من نزله. يلا. بس احنا مشكلتنا يعني نجيب النهايه لما سين تقول للخمسه لقاف سين بس، والجواب اللي بيطلع ربعه. اذا انا لازم اشتغل على المعطى. من المعطى. يلا ابدا. نهايه سين تقول للواحد من المفرد صاد شيء. هسه عيات برافو عليك. هاي لا خلينا نحكينا هون ناخذ الطرف اليمين. انا قاعد بشتغل على الطرف اليمين. نهايه سين تقول للخمسه للثلاث زائد النهايه لما سين تقول للخمسه لقاف سين. هاي قاف سين نهاية تبينت. أنا بدي هاي. كويس تساوي. هسا هون شايف إنه في تركيب اقترانات. إذا هذا المنظر أنا ما بدي إياه. هذا لازم يتبدل. أربعة راح يظلها أربعة. ضرب. نفرض صاد. 2 زائد 3 سين. لما سين تقول للواحد. صاد تقول للخمسة. إذا أنا صار نهاية صاد تقول للخمسة لقاف الصاد. طب هون مكتوب قاف السين وهون مكتوب قاف الصاد. شو قلنا في هاي الموضوع؟ شو حكينا في هذا الموضوع؟ من حقي أبدل الرموز كلها وخليها تصير بدلالة رمز معين، رمز واحد. فهذه مثلا خلص بقدر أشطب الصاد وأحط مكانها سين. يعني أبدأ عيد الكتابة معلش. النهاية لما سين تقول للخمسة لثلاث زائد النهاية لما سين تقول للخمسة لقاف سين تساوي أربعة في النهاية لما سين تقول للخمسة لقاف سين. تغيير الرموز في هذا الجزء لا يغير شيء في المسألة. خلص ودي النهايات اللي فيها هذول قاف سين مع بعض، فبصير هاي ثلاث تساوي ثلاثة لنهاية سين تقول الخمسة لقاف سين. عارف شو سويت؟ طرحت أخذت هاي وديتها للطرف الثاني صارت سالب، فصارت أربعة ناقص واحد يعني ثلاث. قسم على ثلاث نهاية قاف سين تساوي إلى نهاية سين تقول الخمسة لقاف سين تساوي واحد. ربعه بصير واحد. إذا النهاية لما سين تقول الخمسة لقاف تربيع سين تساوي واحد. سوا انتهت المسألة. طب بس سؤال يعني هو بالسؤال هات نهاية لما سين تقول للخمسة زائد ثلاث زائد قاف السين أربعة نهاية سين تقول للواحد. أيوة مش هيك السؤال. هيوها قدامك السؤال كاملة. هاي كاملة قطعة واحدة بالضبط. هاي كلها مع بعض معطى. واحدة ثانية زيها إشي شبيه فيها بقول لك إذا كان النهاية لما سين تقول للأربعة لقاف سين تساوي النهاية لما سين تقول لألف لقاف اثنين سين زائد ثلاث جد قيمة ألف. الحل واضح. بدك تستبدل يعني بدك تقول نفرض انه صاد تساوي 2 س زائد لما س تقول لألف صاد تقول لي 2 ألف زائد 3. يلا استبدل في الطرف اليسار. احنا كل شغلنا على الطرف اليسار، يعني الطرف اليمين اتوقع ما عندك اشي تسوي فيه، راح تبقيه كما هو. راح تقول صاد تقول 2 ألف زائد 3 لقاف صاد. الآن بالمقارنة قاف سين بتقابل قاف صاد. حكينا لو غيرنا الرموز ما بغير شيء. إذا في هاي الحالة 2 ألف زائد 3 لازم تكون 4.
إذا 2 ألف تساوي 1، إذا ألف تساوي نص. شفتوا كيف الأفكار؟ يعني هذول بسيطات لكن فين ترك هيك شوية. طيب شوفوا لي سؤال من الكتاب. هات أعطيني أي سؤال بدك إياه. سؤال 10 صفحة 29، إذا كان عين عين كثير حدود، عين كثير حدود باقي قسمته على س ناقص 2، باقي حليناها هذا صح؟ قسمته على ايش؟ س ناقص 2 تساوي 5، يساوي 5. فجد نهاية س تؤول 2، نهاية س تؤول 2 افتح قوس ايوه 3 عين السين زائد 4 سين تربيع، 3 عين السين زائد 4 سين تربيع، بده هيك صح؟ بالضبط. طبعا انت هنا مدام عين كثير حدود اذا هو متصل صح؟ متصل بالضبط. ممتاز. اذا في النهايات احنا لو عوضنا تعويض مباشر راح يطلع 3 عين 2 زائد 4 في 4 16. اذا احنا مشكلتنا نطلع عين الاثنين صح ولا لا؟ صح. طب ايش لما يقول لك هون باقي قسمته على س ناقص 2 يساوي 5؟ شو فهمت؟ انه قسمة التركيبية هو على القانون. في اسهل، اخذتوا نظرية العامل والباقي المرة الماضية السنة الماضية؟ اخذتوها. لما نقول كثير حدود باقي قسمته على درجة أولى بعطيك 5، معناته قاف الاثنين يساوي 5 أو عين الاثنين يساوي 5. خلص إذا 3 ضرب 5 زائد 16، 15 زائد 16 ويساوي 31. طب بصير نعوض مباشرة. فهمت هاي؟ فهمت كيف حكيتها؟ بعيد على نظرية الباقي، نظرية العامل والباقي، العامل والباقي. نقول إذا كان 2 أحد أصفار المقسوم عليه، 2 أحد أصفار المقسوم عليه، فإن قاف الاثنين يساوي الباقي. هاي نظرية العامل الباقي. إذا أنت الباقي القسمة قديش طلع؟ طلع 5، يعني قاف الاثنين بتساوي 5 أو عين الاثنين بتساوي 5 حسب سؤالي، يعني قاف ولا عين ولا هو. وصلت السادي كيف؟ وصلت. بس هي ما فيها فكرة إلا هاي. هذا التعويض بالعين مباشرة بنقدر نحط يعني 2. لأنه هو إيش حكى لي؟ كثير حدود. أنا اللي سمح لي أسوي هيك إنه قال لي كثير حدود. تعرف لو ما قال كثير حدود بقدرش أسوي شيء. ما هو أستاذ حاط هاي الفكرة قبل ما نأخذ المتصل. هذا الحكي بتنساه هذا. بطلنا هالسعيات قبل وبعد. يعني أنت هسا انسالي شغلة إنه والله أخذناها سابقا ولا ما أخذناها سابقا. احنا بنحل على رياضيات بشكل عام. ترى شوف الكتاب لانه جديد ممكن يكون يعني لسه ترتيبه مثلا في مساله اجت المفروض بدنا نحط شلون نحط بعدين، بس احنا بنتجاوز ما عندنا مشكله. يلا مين يسوي هاي؟ بيطلع تعريف الداخل عدد صحيح. قديش عدد صحيح من عيد تعريفه؟ عيد تعريفه يلا بسرعة. تطلع 2 تربيع. تطلع 2 تربيع يعني 4 ناقص 9 على س تربيع ناقص 9. كمل. سالب غير موجودة. خلصت. عدد عصفر. طيب لو نفس السؤال طلبته منك من اليمين. بتصير 9 ناقص 9 على يلا بصير نهاية سين تؤول للثلاثة من اليمين لتسعة ناقص تسعة على سين تربيع ناقص تسعة، كم بطلع الجواب؟ صفر على صفر. صفر وبس. احكي لي ليش؟ ليش؟ لأنه البسط دوما صفر. هذا المقدار ككل بشكل عام يساوي صفر، وإحنا بأي جهة إحنا ثلاثة من اليمين، يعني أنت ما وصلت الثلاث بعدك. او يعني انه انت في جوار الثلاث، معناته المقام عدد، فهي صارت صفر على عدد، اذا الجواب صفر. يعني هون ما بقول والله انها صفر. ايوه بالضبط، الجواب على طول صفر.
ما تقعد تحلل وتعمل قصص ومن الحكي هذا، لانه انت هون ضامن انك انت في جوار الثلاث، معناته المقام لسه ما صار صفر، يقول لصفر لكن ما صار صفر، لكن البسط دوما صفر، صفر على عدد بيطلع صفر. اوكي آه. في عندي اسئله بس كثير صعبه، ما مش راح اجيب لكم اياها، يعني فيها افكار هيك مجعلكه شوي. ممكن اجيب لكم سؤال زي هيك، بقول لك اذا كانت النهايه لما سين تقول لاثنين لقاف سين موجوده، انا بحكي لك ان النهايه موجوده. طب سؤال بدي اسالكم اياه، سؤال هيك على السريع، اذا كانت النهايه موجوده في الاقتران متصل، صح بحكي؟ صح. اه لا لا مش صح طبعا. لا هذا الحكي مش صح، ترى ديروا بالكم في ناس كثير. لازم نعرف. لازم تكون النهايه موجوده وقيمه الاقتران موجوده ويكونوا الثنتين قد بعض. في ثلاث شروط للاتصال. النهاية تساوي الصورة. أيوة النهاية تساوي الصورة، هذا الشرط الأساسي. إذا النهاية موجودة والصورة موجودة والإيش وقيمتهم قد بعض، فوجود النهاية لا يعني إنه الاقتران متصل. يعني في هذا السؤال ما بصير تقول لي والله قاف الاثنين تعويض مباشر، غلط. يلا فاحسب النهاية لما سين تقول الاثنين لقاف سين. الحل بس النهاية موجود، النهاية موجودة. نعم. إذا تعويض المقام صفر ولا لا؟ النهاية عند اثنين موجودة. طيب. هاي جديدة عليكم. تاخذ البسط لحاله والمقام لحاله ولا؟ شو رأيك أنت؟ لا. بتحير صح؟ شو اسوي فيها؟ هاي شايف هذا اسئلة التوجيه يا جماعة. على فكرة هاي من اسئلة التوجيه اللي كانت بالتسعينات. ما راح احلها، راح اتركها خليكم تتحيروا فيها. ها؟ هاي واجب. ولا راح احلها. يعني انتم صراحة يعني مثل هاي النوعية من الاسئلة هي اللي فيها تركات. لو اجاك سؤال زي هيك شو بدك تسوي فيه في الامتحان؟ هون المحك. طب بس ما بصير لا لا ما بدك تجاوبني، لا تجاوبني، فكر بعدين جاوبني، فكر بعدين جاوبني. على جروب راح اودي لكم مجموعه اسئله من هذا النوع، بس بدنا نكتبها هسه دقيقه. اكتبها المرة الجاي بناخذ، يعني المراجعة الجاي لما ناخذ مراجعة، احنا بحاول كل احد نعمل مراجعة كويس. في المراجعة الجاي ايش راح اسوي معاكم؟ راح اسوي على الجيب والجتا، وراح اودي لكم على الجروب شوية اسئلة مثل هذا النوع، كل نفس المبدأ. يعني على فكرة مش كل اسئلة الدوسيات ترى يعني تستاهل انك تعب حالك عليها، يعني في اسئله هيك بتحس فيها افكار. بس انتوا حلوا من كل مكان حلوا.